في تقرير نشرته داش تندت حول إعادة النظر في المنهجية الأمنية للنمسا، لأن النسخة الحالية تستخدم منذ 10 سنوات عفى عليها الزمن بشكل كبير. وقد أعلن كل من المستشار كارل نيهاما ونائبه كوغلا عن وجود منهجية جديدة خلال فترة الحكومة الحالية. لذلك تعالوا معنا لنتعرف سويا على هذه الاستراتيجية الأمنية للنمسا. أنا ريم سوف أصحبكم في هذه الجولة. أولا لنتعرف ما هي الاستراتيجية الأمنية. تهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية السياسية المركزية والأهداف لإجراءات الحكومة لكل ما يتعلق بالسياسة الأمنية والدفاعية. وعلى الرغم من أنها لا تعتبر ملزمة، إلا أنها تمثل الاتجاه الذي يجب أن تتبعه الحكومة. لماذا يجب أن يكون هناك منهجية أمنية جديدة الآن؟ يعود تاريخ استراتيجية الأمن النمساوية الحالية إلى عام 2013، ومنذ ذلك الحين وبعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا كانت تعرف روسيا بأنها شريك أساسي يجب العمل معها لحل المشكلات الدولية الصعبة. ومع ذلك كان الخبراء يطالبون بتجديد الاستراتيجية قبل الحرب، والاستراتيجية الحالية تمثل رمزاً للجمود الطويل في سياسة الأمن الداخلية، ويجب تحديثها بشكل عاجل. هل يتعلق الأمر بالجيش فقط؟ لا أبداً، فالقوات المسلحة لديها استراتيجياتها الخاصة المحدثة وتسمى صورة المخاطر، والتي تنشأ سنوياً من قبل وزارة الدفاع. ما هي المجالات والأقسام التي تؤثر عليها؟ تؤثر صورة المخاطر على سياسة الدفاع أو خطط التعاون المدني العسكري على الجيش وبالتالي وزارة الدفاع، بما تؤثر استراتيجيات الأمن الداخلي على الشرطة ووزارة الداخلية، وتتضمن مبادئ توجيهية للسياسة الخارجية والدبلوماسية المحلية، وهذه مسؤولية وزارة الخارجية. كما يتم التطرق إلى القضاء بإيجاز، والمستشارات الاتحادية هي المسؤولة عن تطوير المنهجية الجديدة مع الوزارات المعنية. ما هو الجديد الذي سيكون في الاستراتيجية الأمنية الجديدة؟ تتم إعادة تحديد دور روسيا، وبالإضافة إلى حرب أوكرانيا والوضع الجيوسياسي المتغير الناتج عن ذلك، وستعكس تجربة الوباء وحركات الطيران والهجرة الكبيرة منذ عام 2015. ولكن ما الذي سيتغير؟ فيما يتعلق بالحرب الروسية في أوكرانيا، أشار نائب المستشار كوغلا إلى أهمية التحول في مجال الطاقة والاقتصاد، ويهدف هذا التحول إلى تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، مما يساهم في زيادة الأمن، وأيضا فيما يتعلق بالهجمات الإلكترونية وغيرها من مخاطر الحرب. ما هو الفرق بين المنهجية الأمنية والاستراتيجية الأمنية؟ تم تعديل الصياغة في الطبعة السابقة لعام 2001، وكان اسمها منهجية الأمن والدفاع، ومع إصدارها في عام 2013 تم تغييرها إلى الاستراتيجية الأمنية النمساوية. ما علاقة كل هذا بالحياد؟ تتأثر السياسة الخارجية للنمسا بالسياسة الأمنية، ويجب دراسة كل حالة على حدة. ومع ذلك أكدت الحكومة أن الحياد سيبقى مكوناً أساسياً في المنهجية الأمنية القادمة، وأوضح كوغلا أنه من المهم تطوير هذا المكون. وفيما يتعلق بدور النمسا كوسيط خارج أوروبا، إنها لا تزال مهمة بالنسبة للمستشار نيهاما. هل المعارضة تدعم خطط الحكومة؟ تتوقف ذلك على محتوى المنهجية الجديدة، وتعتزم المستشارية الكشف عنها خلال الأشهر المقبلة. وقد طلبت الأحزاب SPÖ وFPÖ والنيوس من الحكومة أن يشارك البرلمان في صياغتها. ولا أي حال، فإن المنهجية الأمنية ليست قانوناً يجب أن يقره المجلس الوطني. وأخيراً، إلى أي حد يجب الالتزام بهذه المنهجية؟ يتضح أن الاستراتيجية لا تلعب دوراً رئيسياً في صنع القرارات السياسية الحالية حتى ولم تم تعديلها، إذ يمكن أن تتغير الأمور بسرعة في ظل الأحداث الدائرة في العالم كما حدث مع حرب أوكرانيا، ولكنها تبقى مهمة وتلعب دوراً في توجيه السياسة الأمنية في النمسا،
فمثلا في الولايات المتحدة وضعوا مبادئ بعيدة المدى للسياسة الخارجية ويتم تعديلها كل 10 سنوات، وقبل ذلك كانت كل 22 عاما. ولكن يبقى السؤال، هل تعتبر هذه الاستراتيجية وجها من أوجه الدولة العميقة الحاكمة فعليا في النمسا، أم أن الموضوع ليس أكثر من مجرد توصيات غير ملزمة؟ نراقب ونرى، نكتمل بالمعرفة.